تحت عنوان النقل المستدام، وكونه من المحاور الهامة التي سيتناولها مؤتمر المناخ COP27، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بحثت ووضعت توصيات داخل إطار قضايا الاستدامة. النقل المستدام يعني تم الحديث عنه منذ قمة الأرض سنة 92، ويمكن أدرج في إطار الاقتصاد الأخضر، وإن كان مفهوم الاقتصاد الأخضر مستجد الحديث عنه كان سنة 2008 تحديدا، واللي هو بيشار إليه في متن البند 11 في استراتيجية التنمية المستدامة المتعلق بالمدن الجديدة. القاهرة عندها 3000 أتوبيس طبعا حالتهم سيئة. في الجزء الثاني بتشتغل معهم فيه اللي هو حوالي 140 أتوبيس اللي هم الكهرباء اللي راحوا شرم الشيخ، وبعد المؤتمر في جزء هيجي محافظة القاهرة، والجزء الثاني إن شاء الله هيجي محافظة اسكندرية، لأن هما الاثنين بيعانوا من التلوث. خرجت الورشة بعدة محاور رئيسة، منها القيمة التي سيضيفها المونوريل ومترو الأنفاق والسيارات الكهربائية كمكون هام ومساعد للقضاء على تداعيات التغيرات المناخية. نحاول نسمح بتحويل المركبات اللي هي الموتوسيكلات، المركبات الخفيفة، تبدأ أنها يتم السماح بتحويلها كهرباء. كنا بنتارجت العمل للغاز الطبيعي، ولكن لا، استهدفنا الجلسة الكهربائية، ويبقى في أكتر من 30 شركة بيتم عرض الكلام ده لزيادة الوعي. الناس تشوف الكلام ده بعينيها، تبدأ تشوف تجرب. كان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كيان سياسي خلاله تم تدشين لجنة خاصة بتغيرات المناخ، وبداخلها دراسة كاملة تناولت كل قضايا المناخ ومتغيراته وأطر التعامل معه.